إن شاء الله راح نتكلم عن البواسير بشكل عام جدا في درس صغير جدا. البواسير طبعا راح نذكر الأسباب والأعراض والعلاج. تنشأ عند حصول الإجهاد بعد الضغط على البطن، وأيضا الجلسة التربيعة المعروفة المتواصلة المدة طويلة، يعني مثلا 3 ساعات، قد تزيد خطر الإصابة بالبواسير. وأيضا قد يعني ممكن تصاب المرأة الحامل بنسبة كبيرة بالبواسير، بنسبة تقريبا 55%. أيضا من الضروري مراجعة الطبيب عند حدوث أي أعراض للبواسير، وهي عبارة عن بعض الشرايين التي ممكن تتغير حدتها ولونها، وفي بعض المناطق الموجودة في الجسم مثل الأرجل، أو أيضا موجودة في الشرج، وموجودة أيضا في منطقة الأوردة الموجودة في الجسم. وأي ضغط على هذه المناطق أيضا تسبب حساسية، تحسس للمنطقة، مما يؤدي إلى أمراض كثيرة ليست فقط البواسير. ومن الواجب على الطبيب فحص المنطقة بشكل كامل. وأيضا في بعض البواسير تكون داخل الأعضاء بشكل داخلي، ومن الضروري استشارة الطبيب المتخصص في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.